السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع ذكاء صناعي تايتل جنريتور. ده بيعمل ايه؟ بكل بساطة بتديله كلمة وهو يبدأ يديك عناوين ينفع ان انت تحطها في الكلمة دي. يعني مثلا خليني اقول له درو مثلا رسم، تمام. يبدأ بقى يديك عشرات العناوين اللي ينفع تحط فيها كلمة درو. درو وات ا ميستيك بيست 50 بيرس فور درو. ده كأنك بتختار عنوان حلو للفيديو اللي انت عامله. عملت فيديو مثلا بيتكلم عن مصر، فعايز تحط مصر بلد الحضاره، مصر بلد التقدم، فيبدا يعمل لك الجمل المناسبه للكلمه الكلمات اللي انت عايزها.